الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر قصة تكررت في القرآن وأكثر اسم ورد في كتاب الله من أسماء البشر 136 مرة. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام منذ مولده، وعندنا الآية في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رده إليك وجعله من المرسلين. سبحان الله، هذه الآية من فصاحة وبلاغة كتاب الله سبحانه وتعالى. آية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رده إليك وجعله من المرسلين. هذه الآية الكريمة المباركة حوت على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. الخبر الأول: أوحينا إلى أم موسى. والخبر الثاني: فإذا خفت، خبرية. الأمر الأول: أرضعيه. الأمر الثاني: ألقيه. النهي الأول: لا تخافي. النهي الثاني: ولا تحزني. البشارة الأولى: إنا ردوه إليك. البشارة الثانية: وجعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهنا الرضاعة هل تحتاج إلى وحي؟ نحن نقرأ هذه الآية ونقرأ في سورة طه: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. طيب، هل الرضاعة تحتاج إلى الوحي؟ ما أي امرأة بترضع ابنها، أي والدة بترضع ولدها، مش الإنسان ابن آدم، الحيوان والأنعام والبهائم الوحوش والسباع وكل الثدييات دي بترضع ابنائها. طيب، ما معنى الوحي هنا؟ الوحي أول حاجة هو وحي إلهام. طيب، حتى وحي إلهام لماذا يوحى إلى أم موسى عليه السلام أن ترضع ابنها؟ لأن الرضاعة دي ما حتكون رضاعة عادية. الطفل غاية ما يتحمل عدم الرضاعة لحد ساعتين. ساعتين، أكثر من ساعتين مسألة صعبة عليه، وصل 3-4 ساعات تموت، يعني 5-6 ساعات يموت. لكن الرضاعة دي تستمر مع موسى عليه السلام فترة طويلة من الزمن، حتى ذكروا فيها 8 أيام 18، يا أخي قول يوم واحد، يعني أيام ربنا حرم عليه المراضع. لذلك جاءت بهذا الوحي: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هي رضعة واحدة لكن حتظل معه ساعات، حتظل معه أيام وليالي، أن أرضعيه فإذا خفت عليه. طيب، الأم إذا خافت على الولد بتضم له. الله قال لا، إذا خفت عليه فألقيه، ألقيه في اليم، ألقيه في البحر. اليم المراد به النيل على الصحيح. ولا تخافي ولا تحزني. سبحان الله، شوف ألقيه دي، ألقيه دي عشان تشوفها في تفسير القرآن بالقرآن: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. يعني تابوت صندوق. طيب، الصندوق الأم حتخط ولدها كيف؟ الآن الأم إذا عاوزة تخط ولدها في الفراش بتمهده، عشان كده سمي المهد. المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ لكن الله قال لا، أقذفيه وقذف، مش تخطيه، لا، أقذفيه في التابوت. والتابوت ذاته مش تشيله بالراحة كده تخطه بعدلته في البحر، لا، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. واليم ذاته ما يمشي باب الراحة، فليلقه اليم بالساحل. ويمشي وين؟ لشاطئ الأمان وإلى بر السلامة؟ لا، يأخذه عدو لي وعدو له. فرعون اللي بيقتل الأبناء: وسنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مش انت قتلت عشان خايف من المولود ده نهاية ملكك على يده؟ اي الله يجيبه لك تربيه غصبا عنك. ما الامر كله امر الله سبحانه وتعالى، الامر كله امر الله عز وجل. لا الامر امري ولا التقدير تقديري، ولا الامور التي تجري بتدبيري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. وحده يدبر الامر من السماء الى الارض يخرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين.
سبحان الله، يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. طيب فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. والنهي لا تخافي ولا تحزني بتجي بعد البشارات يا إخواننا، عشان كده أولياء الله هم اللي ما بخافوا ولا بيحزنوا. وكيف يعني يخافوا من الله بعد ذاك؟ الله بأمنه من أي حاجة، لا يخافوا من المستقبلين ولا يحزنوا على الفات، على الفات، ولا يخافوا حين يخاف الناس ولا يحزنوا حين يحزن الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا تحققت الخوف من الله تعالى لك البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهنا الله قال لها إنا جعلوه، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، والله قال لها ردوه، خلاص ردوه، رددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وسبحان الله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه ليكون لهم، هنا دي لام العاقبة، مش يعني التقطوه عشان قالوا نحن نشيله عشان يبقى لنا عدو، لا لا، التقطوه العاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين، فرعون وهامان والجنود، جنود قدر شنو علمهم عند الله عز وجل، وديل أصحاب الجنود. الله قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، عملوا شنو ولا أي حاجة، أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. بعد ذاك التابوت مشى مع البحر، البحر القاه في الساحل، جل الخادمات اللي اشتغلوا مع فرعون لقوا صندوق، صندوق ده فيه كنز، فيه ذهب، فيه مجوهرات، فيه شنو، ما ممكن يفتحوه إلا بحضرة الفرعون وحضرة مرة فرعون. عشان كده مشوا ودوه بغادي، أول ما فتحوه الله ما قال لها لقيت عليك محبة مني، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ابن عباس قال لما قالت له قرة عين لي ولك، قال لا ليك انت بطريقتك انا ما تدخليني معك. حتى بعضهم قرا قرة عين لي ولك لا، وقفوا هنا. بعد ذاك تقتلوه يعني زي السؤال اتقتلوه يعني، لكن المتواتر معانا يا اخواننا، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. المصيبة كبيرة على ام موسى عليه السلام، والتابوت ده مشى وين، والبحر وده وين، ووصل وين، حي ميت، بلعته أسماك في قاع البحر، غريق. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا إلا من موسى عليه السلام، ما عنده أي شغل تشغله غير موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا ربنا ربط على قلبها كان أبدت به، ربنا ربط على قلبها لتكون من المؤمنين. الإيمان يا إخواننا الله بيربط على قلبك. شفت دائما جاتك مصيبة حاجة، أي مش عندك إنا لله وإنا إليه راجعون وكده، لكن كلمة الإيمان ما تنساه، لا إله إلا الله، الله بيربط بها على القلب، لا إله إلا الله، الله بيربط بها على قلبك لتكون من المؤمنين. سبحان الله، شوفوا هذه المرأة المسكينة ضعيفة الحيلة ما عندها حاجة، طيب منو بيتابع لها؟ عندها طفيلة الصغير هارون عليه السلام عمره سنتين أو ثلاثة أو أربع سنين، وعندها ابنية صغيرونة عمرها ست سنين، دي حيلتها في الدنيا ما عندها حاجة تانية. قالت لأخته، هي الأخت كلها قدر شنو عليك الله، قالت لأخته قصيه. بالله تخيل بيت زي دي، قول عليك الله قصته ومشت لقت الصندوق، ما بتقدر تشيله ذاته ترجعه، قول لقت الصندوق هناك كونها تشيله تجيبه صعب عليها طفلة قدر دي، لكن بس على الله. قالت لي أختي قصيه، قصيه يعني تتبعي أثره. سبحان الله، الله قال لك فبصرت به عن جنب، شوف القراءات بيكمل بعضها البعض، قرأت فبصرت به عن جنب، جنب يعني شنو يعني بعيد يا أخوانا، ومنه الإنسان الجنب، الجنب بيكون بعيد عن الصلاة، بعيد عن الطهارة، بعيد عن مس المصحف، بعيد عن الطواف بالبيت، عشان كده سموه جنب، جنب. وقرأت فبصرت به عن جنب، دي عكسها تماما،
جنب قريب وجنوب بعيد. طيب سبحان الله البنية الصغيرة مشت ماشية ما عارفة نفسها ماشية وين، عرفت من أمها إن ألقت الصندوق ده التابوت ده في البحر، خلاص تمشي مع التيار. مشت مع التيار ماشية 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 ما عارفة نفسها ماشية وين أصلا، بس على الله سبحانه وتعالى لقت زحمة وهيلمانة ولما بتاعت ناس في شنو ده فرعون ذاته شخصيا شخصيا. الحاصل شنو؟ لامين حوله الناس وزحمة وهيلمانة كبيرة وهم لا يشعرون، لا يشعرون لأنه يا إخواننا فرعون ذاته واقف ومعه الزحمة ومعه الملأ بتاعينه ومعه الجنود والحرس والتبع والأتباع وديل ممنوع الاقتراب والتصوير، لكن بعد ده جات وهم لا يشعرون. طيب ربنا قال لك وحرمنا عليه المراضع من قبل، قلقوا بيه فرعون ذاته قلق طفل صغير مما جابوه ليه يوم الليلة لا أكل لا شرب ولا رضع، قدر ما يجيبوا له رضاعة ما دار الرضاعة. طبعا فرعون جمع أي مرة مرضعة تجي، أي مرة مرضعة تجي، وإذا فرعون قال أي مرة مرضعة تجي باقي لك في مرضعة بتتخلف ما في واحدة بتتخلف، لكن أم موسى ما جات. وليه أم موسى ما جات؟ ما كان أول واحدة تجي، لا لأنه الله قال لها ردوه إليك، مش تجي هو اللي يجيك، ده ما وعد الله سبحانه وتعالى. وهناك الله قال لي رددناك إلى أمك، الله قال لي ردوه أي خلاص هو اللي بيجيك ما أنت بتجيه. فسبحان الله شوف فرعون جمع كل المراضع زي اللي بعدين اللي قدام جمع كل السحرة مش كده، فبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار، تقرأ ساحر سحار عليم، ما تخلوا لكم واحد. هنا زي ما هناك لقدام بعد السنين جمع كل سحار، هنا جمع أي مرة مرضع تي أوامر تنفذ حالا فورا. أبا موسى عليه السلام أبا لا الرضع أصلا لا بيأكل لا بيشرب، والبكاء مهيج الجماعة ديل والحرس حول فرعون. تجي الطفلة الصغيرة دي باقي لك بتكون مرضع ولا عارفة لا مرضع، لكن جات وهم لا يشعرون لحد ما مشت قدام المنصة اللي فيها فرعون ذاته عين الأخوة قالت. وبعدين سبحان الله شوف يعني طفل عمره 6 سنين، 6 سنين يا أخي ده قال لا تقول لهم ده أخوي، أنا ذاتي أمي رسلتني قالت لي فتشيه، لكن ربنا صرف ذلك وحفظ ذلك سبحانه وتعالى. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ طيب يكفلونه دي ما يمكن يشيلوا كله عشان كده لكم، يعني شوف التوفيق ده ذاته كيف يكفلونه لكم. ما هي لو قلت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه طيب يمكن يشيلوا ما يرجعوا لنا تاني، لا يكفلوا لكم انتو ديل، يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني قلت لهم في ناس بيت بيكفلوه معناه بردعوا. طيب ما في أسئلة كثيرة مفروض تسأل للبيت دي، أول حاجة تجاية من وين وانت منو بيتك وين وهالك منو، والسؤال الأهم من ده كله حيردعوا منه حترد عمره أي الولد سيد اللبن ده وين، الولد سيد اللبن ده وينه، ما ده سؤال، المرة دي بترضع اللبن جهة من وين، ده كله ربنا صرف. ما ربنا قال له رددناك إلى أمك وقال لأمه إنا ردوه إليك. فشوف سبحان الله ده كله داخل تحت هم لا يشعرون يا إخوان وهم له ناصحون. الله قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ده الدرس من القصة دي يا إخواننا، إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي والله وعد الله حق، وعد الله حق إذا ربنا قال لك قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله حق إذا ربنا قال لك لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد الله حق لو ربنا قال لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وعد الله تبارك وتعالى حق لما قال لك أن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يرجع ربنا موسى لأمه، فرعون المباري نسوان بني إسرائيل عشان الحامل ولا الدار تلد عمل لهم الخفاض الفرعوني ما تلد إلا بالإشراف، يرجع وين ساكنة؟ ساكنة في بيوت بني إسرائيل. طيب ما هي دي الناس اللي انت بتحاربهم وبتكتل أولادهم؟ لا يرجع
وترضعه ويغدق بالمال وبالطعام. قال لك بيوت بني إسرائيل كلها قالك اللي بيجوا ما عارفين يودوا وين من الخيرات اللي ربنا رسلها اليوم. صلوات الله وسلامه على رسول الله.